الحماس ديال الطين طاب على حقه وطريقه. ها هو فرغته حطيته هنايا في هاد وسط الزيتون، انا ما دخلتش كاع الخيمه كما كتشوفوا. هو هذا، هو هذا الخبز محراش يعني من الشعير والخميره البلديه. هنا عصير ديال الجزر والبرتقال، وهذه هي البركه، هذه هي البركه او هذه هي الجلسه اللي غادي تكون. هذا الشيء اللي كاين، حنا باقيين غاديين مع هذا الاسبوع ونشوفوا. بوطاغاز باي باي، مشات في حالاتها. ونشوفوا واش داك الشيء صعيب ولا يمكن الانسان يستغنى على البوطا، نعم ام لا. هذا هو التحدي اللي عندنا في هذا الاسبوع.